أهلا ومرحبا بكم في حياة مريم. اليوم سأعد إفطار أمريكي إن شاء الله بيتزا وهاش براوند مصنوعة من البطاطس المحكوكة. سأحتاج إلى خبز بيتزا مجمد. وصفة هذا الخبز متواجدة بقناتي، فأنا أعد كمية كبيرة وأحتفظ بها في حجرة التجميد. يكون ممتاز لأي نوع بيتزا. بطاطس لطبق الهاش براون، نقعتها في الماء لكي لا تتأكسد البيض، ملعقتان كبيرتان حليب، بيبروني ديك رومي، صلصة المارينارا، شرائح طماطم، أفوكادو، جبن الموتزاريلا، حشوة نقانق الديك الرومي أو يمكن تعويضه باللحم المفروم، قطعة زبدة، ملح، فلفل وبصل مستوي. طريقة تحضيره: في مقلاة ساخنة وضعت زيت زيتون وشرائح البصل على نار متوسطة حتى يتغير لونه ليصبح بني ذهبي. والآن سأعد حشوة الديك الرومي. تركي ساسج أفضله ما بين مجمد وبارد لكي أقوم بتقطيعه على هذا الشكل. في مقلاة ساخنة وضعت زيت زيتون وقطع حشوة النقانق على نار متوسطة. وضعت البيضة في وعاء. سأضيف الحليب، ملح، فلفل، وأمزج. بدأت بإعداد العجة scrambled eggs في مقلاة ساخنة وقليل من زيت الزيتون. والآن مرحلة صنع الهاش براون للبطاطس. يجب أن تكون محكوكة. أضيف الملح، فلفل، وأمزج. أترك الخليط 25 حتى 30 دقيقة لكي يخرج الماء من البطاطس. سأقوم بعصر كل كمية لكي أزيل من ماء البطاطس. هذا شكلها والماء المستخلص من البطاطس. بالنسبة لصنع البيتزا، سأبوح بسر خبز المقرمش من الخارج وناعم من الداخل. يجب أن يكون خبز البيتزا مجمد تماما عند صنع أي بيتزا. أبدأ بصلصة المارينيرا. ثم الموتزاريلا محكوكة. شرائح بصل مستوي، حشوة نقانق الديك الرومي ممتازة لهذه البيتزا. عجة البيض scrambled eggs، ثم البيبروني ديك الرومي. الفرن ساخن على درجة حرارة 25 فارنهايت. وأخيرا الموتزاريلا المحكوكة. وهذا شكل البيتزا، منظرها جد لذيذ. سأضعها على الرف الفرن مباشرة. سأبدأ بطهي البطاطس الهاش براون في مقلاة ساخنة. وضعت قليل من زيت الزيتون وقطع الزبدة.
وأترك الزبدة تذوب، ثم أضيف البطاطس. أقوم بضغط على سطح البطاطس، ثم أتركها تستوي. وعند قلب الهاش براوند لتستوي على الجهة الأخرى، وضعت مرة أخرى زيت الزيتون وقطع الزبدة، وسأضعها لتكمل الطهي. وهذا هو الإفطار الأمريكي على طريقتي، بيتزا إفطار جد لذيذة، تؤكل مع شرائح طماطم وأفوكادو. عصير البرتقال وهاش براوند البطاطس، شخصيا أفضلها مع كاتشب. أتمنى أن تجربوا هذا الإفطار، فهو جد مغذي ولذيذ. شكرا للمشاهدة، وطابت أوقاتكم بألف خير.